نروح بقى للأهلي ونعرف كده يعني الوضع حاليا والرتوش الأخيرة اللي بيضعها الأهلي على بقى خطة مواجهة هنا الإسماعيلي، وبنتكلم خلاص آخر التدريبات كمان بقيادة كابتن موسيماني، وبيدخل بعدها معسكر مغلق طبعا مساء اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي اللي هتكون بإذن الله الساعة 8 مساء غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية. بنتكلم بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. الأهلي بيتطلع أكيد لتدشين هنا ضربة بداية موفقة في مستل رحلته لاستعادة لقب الدوري، ده اللي كلنا أكيد منتظرينه، وبيستمر برضو خليني أقول لحضراتكم للأسف الشديد غياب محمد الشناوي وصلاح محسن عن الأهلي أمام الإسماعيلي، ده بسبب معاناة الشناوي من تمزق في العضلة الخلفية، وكمان صلاح من شرخ إجهادي في يعني القدم. فزي ما قلنا على كل حال أندية الدوري الممتاز استعدت لتدشين النسخة رقم 63 من المسابقة، وفي مقدمتها بالطبع النادي الأهلي، فكل التوفيق بكرة إن شاء الله، وتبقى بداية فعلا موفقة.